أشكر سعادة ممثل دولة فلسطين المراقبة. أعطي الكلمة الآن لسعادة ممثل إسرائيل. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. Yesterday, بالأمس احتفل الشعب اليهودي بنهاية عيدهم عيد الفصح، ونحتفل في هذا العيد أول خطوة نحو إقامة الدولة والخروج من الاسترقاق في مصر وبدء رحلة سلفنا إلى دولة إسرائيل. وقد خرج الشعب اليهودي لهذا البلد الموعود أكثر من 4000 عاما مضت، ويجتمع الشعب للاحتفال حول طاولة الطعام لكي نروي قصة حريتنا ونذكر بأنفسنا بالمعاناة التي عشناها والأجيال التي عانت في الطريق نحو الخلاص. نتذكر ذلك بأكل ماتسا أو هذا الخبز الذي يخبز ويسقى في ماء مالح، ولكن هذا العام لم نحتاج إلى هذه الأعشاب والماء المالح لكي نتذكر الآلام، لأننا هذا العام شهدنا كيف أن كل أسرة إسرائيلية كانت تعاني من فجوة في قلبها، فكل يهودي ركز على فظائع 7 أكتوبر ومعاناة الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوا على يد حماس. لم نكن لنحتفل تحرير سلفنا في الوقت الذي ننتظر فيه تحرير الرهائن من فظائع حماس، ولكن في الوقت الذي احتفل به البعض بعيد الفصح بألم، البعض يرغب في إعطاء جائزة لمن قام بذلك، والأمم المتحدة لا غير معنية بإسرائيل ولا يهتم بإسرائيل ولا رهائنها ولا معاناتها، فالجمعية العامة مليئة بمصالح سياسية فحسب وليس ميثاق الأمم المتحدة وليس الأخلاقيات. وما من شيء يبرهن على هذه القيم العفنة للأمم المتحدة أكثر من هذه المطالبة بدولة فلسطينية، فما من شيء يمكن أن يعطي حافز أو يثمن الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم في 27 أكتوبر أكثر من نقاش اليوم. حتى يومنا هذا لم تقوموا حتى بإدانة حماس ولا مرة واحدة، حتى يومنا هذا لم يصدر أي مبادرة أممية لصالح هؤلاء الرهائن الإسرائيليين. وعوضا عن ذلك ركزت تلك الهيئة فحسب على الإقرار والاعتراف بدولة فلسطينية إرهابية بشكل أحادي الجانب، هيئة يشعلها هذه الكراهية لإسرائيل، التحريض النازي. حينما ترغبون في الاعتراف بدولة فلسطينية تقولون للطفل الذي اغتصبته يد الإرهاب الحماسي من حماس أنه ما من داع لإدانتهم، ويجعلني ذلك في حالة مزرية. تعرفون أن السلطة الفلسطينية لا ترقى لمعايير الدولة، فما من قائد فلسطيني ولا واحد منهم أدان حتى حماس أو الفظائع التي ارتكبتها والمجازر، وأنتم ترغبون في دولة مرجة أخرى وما من اهتمام بإسرائيل. الدولة الفلسطينية تدفع رواتب للإرهابيين الذين قاموا بغزو إسرائيل وقاموا بقتل 1200 إسرائيلي بريء. لهذه الدولة ترغبون أن تمنحوا حق الدولة والعضوية الدائمة في الأمم المتحدة؟ سيكون لذلك
عاملين مدمرين فقط. أولا ستواصل تحفيز الإرهابيين كما شرحت، ثانيا سيبعث برسالة واضحة إلى الفلسطينيين أنهم لن يحتاجون على الإطلاق بالجلوس على طاولة المفاوضات ولا المقايدة على الإطلاق. الجميع يفهم التفاوض وسيتفهم ما أقوله. فقد رفض الفلسطينيون من قبل كافة خطط السلام المطروحة ويواصلوا دعم الإرهاب ويمتنعون عن المشاركة في أي تفاوض، واليوم هم يعرفون أن هذا الرفض يأتي بأكله من خلال هذه النقاشات وتلك الجلسات في الجمعية العامة، والتي يتذكر التاريخ أنها العقبة الرئيسية أمام تسوية النزاع. ولكم تتذكروا هذا الكلام، الأمم المتحدة الآن هي العقبة الأساسية أمام السلام. أنتم السواد الأعظم، منكم من يدعم هذا الإنشاء أحادي الجانب لدولة إرهابية، دولة فلسطينية، تمثلون عقبة أمام السلام. أنتم الحلم الذي سيتحقق لأي إرهابي فلسطيني يرغب في تدمير إسرائيل من خلال الدبلوماسية الإرهابية، لأنه بدون دعمكم سيضطر الفلسطينيون إلى التأكيد على أن التفاوض والمقايدة المتبادلة هو السبيل الوحيد المضي قدما. هذا هو السبيل لإحلال السلام. لكم أن تشعروا بالخزي كل من يدعم هذه الدولة الفلسطينية الإرهابية. الزملاء، خلال المجزرة والمحرقة عفوا، كان هناك جانبا نازيين والمتعاونين معهم ومن غض الطرف عن الإبادة الجماعية، جميعهم مذنبون. واليوم هناك هتلر من جديد، مثل السنوار وآية الله الخامنئي، فهم إرهابيون نازيون مثل حماس وحزب الله وغيرهم في إيران، ويتعاونون معهم. وكل من يغض الطرف مثل الأمم المتحدة ووكالاتها اليوم، مثل الأونروا والأوتشا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وللأسف مثل الكثير من هم هنا في الجمعية العامة، فكراهية أو مناضة سامية متواجدة في كل مكان هما هنا. وما من احترام من الدم الإسرائيلي، وإنما أنتم متعاونون مع النازيين في العصر الحديث لكي تضمنوا بقاء حماس وحتى مكافأتها على هذا القتل والاغتصاب. لقد رفض الفلسطينيون، وأكرر، كل خطة سلام. رفضوا كل خطة سلام لأنه بالنسبة إليهم وجود دولة يهودية أمر غير مقبول. نحن لا نتحدث عن أرض، وإذا ما كنتم في حاجة لإثباتات إضافية لكم أن تذهبوا إلى جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك ولتستمعوا إلى النداءات قاتلة من المتظاهرين المساندين لفلسطين، من يطالب بإبادة جماعية لليهود وإسرائيل من النهر إلى البحر. فهذا إثبات ودليل دامغ على ذلك. فقد رفعوا هذا الستار عن وجههم، فقد فشلت المحرقة في القضاء علينا في 67 و73 ومن قبل ذلك، وأنكم يسعون اليوم من جديد ليس من خلال الإرهاب.